مشكلة ما أقدر ألومه لأن أنا ما بنيته. أنا سنوات بس ألطم به، وإذا مو لطم أغير له زنجيل. من هو صغير بدل ما أجيب له مصحف أنطي زنجيل. أكو مؤامرة على العقل الشيعي. أنا بزمن زنجيل، بزمن الناس تتسابق بالتكنولوجيا، طفل خذوهم صغارا بدل ما أعلمه خطب النهج زنجيل. انتهى بعد ما تقوم لقائمة وربك. أنا مرة حل وحرم، بس تعالوا شوفوا الأولويات، شنو اللي يفيد المذهب؟